مرحبا بكم الناس الكل اللي ما كنتوا تتابعوا فينا على القناه الوطنيه الثانيه. هذا هو الثقافه بلس. اكيد انكم تعودتوا بالفقرات اللي تشوفوهم معنا من الاثنين للخميس في الثقافه بلس. عندنا برشا فقرات من في اي بي لسكوب للسبيكتاكل، اخبار النجوم زاده ورونديفو، ديما يكونوا حاضرين معنا. حصتنا لليله بدات، مرحبا بكم الناس الكل. ضربة البداية من ثقافة بليس تكون في الجنوب المرة هذه، وين تحول زميلنا خميس بوبتان وغطى حفل الفنان الجزائري الشاب خالد. كنا شفنا برشا توريست، كنا شفنا زادة برشا توينس عجبهم الحفل هذه، وهو زادة الفنان الجزائري الشاب خالد اللي عبر على فرحته بإحياء الحفل هذه، وسخطوه أنه غاب 9 سنين على مهرجاناتنا، والحفل هذه هو الحفل الوحيد. خلينا نتفرجوا مع زميلنا خميس بوبتان في أهم ما جاء في الحفل هذه. إلى جزيرة جربة بعد غياب لأكثر من 20 عاما، عاد الفنان العالمي شاب خالد لإحياء واحدة من سهرات المهرجان الدولي جربة إلويس في عرض وحيد يحييه في مهرجانات تونس هذا العام. انتظره محبو شاب خالد من التونسيين والأجانب. D'être là, d'être en vacances, d'avoir ce privilège de le voir. Donc on est très pressés, voilà. Bien sûr qu'on vient pour le voir, on l'adore. On aime bien, on vient de la France, donc c'est une occasion pour nous et on adore Gerba. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Nous apprécions Saint-Pierre, qui serait bien, qu'on vient de la France et qu'on en profite en même temps pour venir voir son concert. Avec nos amis, on vient donc pour passer une soirée et profiter de la belle herbe de Djerba et puis une soirée sympathique entre amis. Voilà, en espérant qu'il y aura la fête dans les gradins. Le festival, c'est un mahrajan, c'est-à-dire une vision artistique. C'est un artiste c'est quelqu'un qui est capable de chanter la même chanson dans des versions différentes à chaque fois qu'il donne un concert. Et nous sommes vraiment des fans. Jerba Lila ou Chabkhal, Haja Kbira Barça. Haja Kbira, c'est déjà Jerba, un des sahrs m'taïkham, un très particulier. Chabkhal, je suis dit un sahr à la sahr. صحيح هو تو السنه نجم نقولوا الشوا نتاع السهرات هوني في جربه اول مره نشوفوا معناها شوا ديفيرون بوبليك ديفيرون. شفنا بالتي، فما مسرحيات، فما ضحك، فما فن، وما زالت عندنا نصره محلوش والليله معناها الشاب خالد نعرفوه معناها انستار ونعرف اللي السهريه هذه فيها كلندوي الاخوان الجزائريين. كنت خايف شويه كما موالفه ماشي في جوله تراك، مي يعني شفت جمهور فرحان، شفت جمهور باهي، غادي نروح نرويد محلي والله العظيم. والحفل يعني كان يعني حفل في المستوى، حفل رائع، وعلى حسب ما شفت خويا الجمهور كان في المستوى كذلك، واللي كبرت فيا كذلك شفت الاطفال معايا في الستيج السينما هذه يسموها بخته، وهذه يعني شنو غادي نقول لك، تعطيك باور، فهمت خويا، تعطيك قوه كبيره. وش نقول خويا، ان شاء الله نعاود نرجع، ان شاء الله نعاود نرجع ونعاود نرجع ونعاود نديروا حفالي واحد اخرين يعني. وش نقول خويا، وان شاء الله مهرجان جربه في ليس الدولي لن ينسى من ذكر الشيخ خالد.
مش باش انت يا اخويا. انا نعرف تونس قعدت فيها 10 7 سنين اخويا نفهمه. انا المهرجانات عملتها مع هذه كارطاج وكل شيء عملتهم وجربك عشان يقول لك خويا ان شاء الله نعاودوا هذا المهرجان اللي لازم يجي يضرب الدنيا. والله لازم تاريك يكون احنا الدنيا فاخور كيف الموازين في المغرب. انا حتى في الجزائر ان شاء الله علاش ما يخرقوش تاريك مهرجان كبير معروفين انتم تاريك في تونس معروف شكون اللي ما يعرفش بمهرجان كارطاج. هم عندك هم الاولين قبل الموازين وقبل فهم الدنيا. الفنان الجزائري الشاب خالد واكبه جمهور غفير من مختلف دول العالم يأتي أيضا في سياق توشه للمهرجان للاحتفاء بالجزائر الشقيقة من خلال حفل الافتتاح الذي استضافت فيه جزيرة جربة الجزائر وحفل الشاب خالد الذي رحل بالحاضرين إلى أغان خالدة لهذا الفنان. هذه اختيار معناها كان ما بيننا نحن وما بين مهرجان يوليس الدولي نشكروهم على حسن التنظيم ومنبيت الثقافة. والاختيار كان في الافتتاح جربة تستضيف الجزائر واليوم حفل خاص لإخوان الجزائريين اللي هما وصلوا معناها عبر رحلات الجوية زادا وصلوا مع تحافلات من الجزائر باش تحضر في العرض الاستثنائي اللي هو شاب خالد بسنا في جربة فقط مش باش تواصل على كامل تراب الجمهورية. هذا اختيار خاطر تعرفوا جربة سنا تنطلق ونقولوا حلقت على كل المستويات. C'est un honneur pour moi déjà de représenter mon grand Maghreb et aussi et avec mon travail aussi. C'est vraiment trop long quand on rentre dans notre pays. Et ça, malheureusement, je dis heureusement, malheureusement, je dis parce que c'est une grande soirée pour moi. C'est une charge pour moi, mais avec le respect, j'accepte. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est le fait de ramener un message. Partout, il y aura des messages d'amour, des messages de rassemblement, de rassembler tout le monde. Écoutez, je ne suis pas un petit gars, ça fait 40 ans que je prends pour arriver à ce stade-là. عرض فني جماهيري استمتع به الجمهور يؤسس أيضا بحسب المتابعين لمنتوج سياحي إضافي لزيارة الجزيرة في الصيف.
زوم الثقافة بلوس المرة ذي يجي من مهرجان رادس وين كان تحول زميلنا حسني دبيش وغطانا حفل الفنان الشاب مرتضى الفتيتي اللي كان عنده سلسلة من المهرجانات والعروض الناجحة. خلينا نتابعوا مع زميلنا حسني دبيش ثم نواصل. بعد جولة كبيرة ومتميزة في عدة مهرجانات صيفية على غرار سوسة وبوكرنين والمكنين والمنستير وعدة مدن داخل الجمهورية، الفنان الشاب الصاعد والمتألق مرتضى فتيتي تألق وابدع بمسرح الهواء الطلق ببئر الطراز برادس في إطار الأيام الثقافية الصيفية برادس. احنا ممنين بيه يتوندوني زاد الجمهور وقت اللي نمشيو انت لاي نقطه متى في البلاد ديما نلقاو ثم تجاوب كبير برشا برشا وطفل نبغى خويا تحب ولا تكره عنده الطاقه كبيره برشا ومطلوب غناء محفوظ برشا اللي جون كل يتبعوه يعرفوا متى وين مرتضى دوما يسمعوا به متى ما شاء الله وكو. أصحابي قالوا لي راهو مزيان وكذا وعنيها وصوته به اكتشاف به شوفوه هو مرتضى نعرف عليه برشا حاجات صوته به قهر الفتيات كا ربريز وإعادة لأغاني تونسية بنوعية جديدة من أغاني تراثية ومزود أمتعت الحاضرين. مرتضى قدم باقة من أغانيها المعروفة على غرار ما سمعوا كلامه فكانت سهرة شبابية متميزة نالت رضا جمهور رادس. باش نسلك قليل نلقاو بنات يعزفوا في البطري نعرفها اكثر للرجال معناتها كيفاش فكرت معناتها باش تختار الاله هذه؟ الفضل ديما يرجع لسي هشام مزكو استاذي الاول والاخير كما تقول ماما وبابا ثاني. كيفاش جات الفكره؟ ملي صغيره ياسر مغرومه بالبطري نغزر لها نقول نتمنى نعزفها واني ما نفكرش اللي فما حاجه نتاع نسي ولا نتاع رجال، الحاجه اللي تبدا صعيبه ولا امبوسيبل عند العباد ما عندي اني نحسها ماشي تحب نعمل كل شيء. اي حاجه بترجال نصطاد القرنيط ونصطاد الحوت ونعمل بيركسيون ونعمل باتري البيركسيون زاد تربوكه الفرخه معناها اللي فرخه نتاع المزاودية اصلا نتاع المزاودية نتاع رجال اما كرجال الصحاح نتاع المزاودية. شاركت قبل في مجموعات موسيقيه ولا اول مره تتعامل مع الفنان مرتضى؟ شاركت قبل اما اللي تعرفت معاه على الاخر هو مرتضى وديما الفضل يعود هو ديما يدفع فيه القدام. كنت قبل ديما متخوفة شوية مواهبي وحدي نعملها فهمت اللي شجعني باش نوري مواهبي كل هو سي هشام مزكو. كيفاش لقيت الجو مع المجموعة مع مرتضى؟ الجو باهي خمسة على خمسة الجو عائلي برشا عائلي فمي ما فماش مشاكل لا بالعكس فما جو عمري ما حسيت روحي داخله باش عرشني باش نخدمه ولا حاجه لا بالعكس نمشيو كيما امس في قليبيا مشينا وعملنا جو
نبروفيتيو وكل شيء. مش خدمة احنا يعني نمرض نهار اللي من ما نخدموش. الأيامات هذه هي تتمحور في 6 أيام. البداية نتاعها كانت من نهار 12 والنهاية إن شاء الله والاختتام سيكون يعني في نهار 18. نهار 12 كان الافتتاح بحفلة الحضرة، حضرة لاسيات، ثم كان عرض يعني كارنفال مع حسن الدوس، ثم أيضا بعد هي عرض نور شيبة اليوم مرتضى. عملنا برشا كومبليت السنة، هذه الحاجة اللي فرحتني برشا برشا. عملنا كومبليف في سوس، عملنا كومبليف مستير، عملنا 2500 مشاهد في متفرج في المكنين. زاد الحضور كان باهي برشا في جابس وفي بوغرنين وكل، رغم اللي كي تسال على معناها جينيرالمون يقول لك الاقبال السنه ضعيف بارابور للعام اللي فات. دونك هذا ما ينجم كان يحفزنا على الخدمه ويزيد يحط لنا سقينا في القاعه وخلينا نخدموا اكثر. مع زاد مفاجاه اخرى صار كانت لي كي هبط الكليب الجديد النهارين اللي فاتوا. دونك كانت لي مفاجاه ساره كي تسمى نجح الكليب في بدايته. تبعناه في مهرجانات اخرين، دونك تبعناه خاصه في مهرجان الزهر ومهرجان بوغرنيل. الشباب هنا عملنا استشاره على المواقع التواصل الاجتماعي وطلبوه الشباب، طلبوه معناتها حبوه يكون موجود واستجبنا لهم معناتها الحق. دونك هي كانت بناء على طلب الشباب في راس. مهرجان سوسة اللي وقفوا معايا وقفة ما ننساهاش، لكن نحكي وقفوا معايا راهو حتى على المستوى المعنوي معناه، وحتى على المستوى الناس تقول لك اخدم ونحن معك وكذا. دونك بالحق في سوسة فهم برشا مساندة المرتضى، وهذه حاجة الشرف بها وباش نقعد نفكرها برشا. لكن كان في عرض سوسة، على خاطر عرض سوسة هو الوحيد اللي معناه تفهمنا معاه باش نعملوا عرض ديكالي. نحن العروض اللي نقدموا فيها ما همش عروض ديكالي. كان في سوسة عملنا عرض ديكالي اللي هو مزيج بين الدونس وبين اللوميير، بطبيعه التكلفه نتاعو باش تكون مختلفه شويه. دونك سوسة هي اللي حبت على الجرون فورما نتاع عرض ديكالي، واخترنا بويسك ديكالي هو اسم العرض وهو الغنيه الاولى اللي باش نبداو بها، اخترنا باش يهبط الكليب في النهار هذاك. كما كالعاده ديما الطبق الرئيسي هو اعمالنا الفنيه. خليني نقول حاجة نضربوا عليها بالبونية، إنه لازم تغني غنيك، تفرضوا غنيك لازم يتغنى الكل. وحاجة زادة اللي نحمد عليها ربي إنه وين نغنيوا الغنية نلقاو الناس حافظته.
من ملك العشق ما سمعوا كلام والفجر برشا الاغنيات الكل براتيكمون الناس حفظتها وساعات معناها لين نقول يمشيوش يقول لك سهريه كامله عاتي الجمهور يغني غني شويه معناها ساعات لين معناها بدرجه رهيبه بدرجه بالحق يحشموني على روحي العباد ساعات بالمحبه نتاعهم وبالاهتمام نتاعهم باعمالنا لكن بالطبيعه ديما نحاولوا معاك الاعمال نتاعنا وانتاجاتنا نحاولوا ديما حاجات شبابيه حاجات مثلا نجبدوا المزود نجبدوا التراث نغنيوا بلغات اخرى كما بالاسبانيه نغنيوا بالمهم ياسر زادا ديما ننسيستيو باش نغنيوا بالامازيغي اللي هي حاجه امونافي لازمها تترسخ في التونسي الحضاره الامازيغيه اللي هي من بين برشا حضارات على راسهم بالطبيعه الحضاره الاسلاميه والعربيه لكن زادا نحن عندنا بارتي امازيغ فينا اللي نعتزوا بها زادا كما نعتزوا بالبرشا حضارات اللي جاوا على تونس مما كونوا هذا التونسي اللي عمل الثوره واللي كذا واللي ان شاء الله يا ربي باش يتقدم اكثر واكثر. الفنان اليوم مش نفس الفنان غدوه مش نفس الفنان بعد غدوه الفنان متحول خليني نقول مش على المستوى المعنوي والا على المستوى الاخلاقي المستوى الاخلاقي لازم يكون ثابت وتقدير النفس والعالم ومن حوله لازم يكون ديما قيمه ثابته لكن متحول على المستوى الفني في المستوى الفني مش كيما بدينا كيما 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 كملنا كيما اليوم كيما بوتيتر غدوه دونك خيرنا انه في المرحله الاولى يكون كونتيتاتيف معناها لي برودكسيون نتاعنا يكونوا كونتيتاتيف اكثر معناها فيهم برشا كليبات في العام وبعتيلي فيو كو خاطر من الاول ماك تعرف العبد يبدا يرسخ في اسمه ويرسخ في فنه ويرسخ في كذا دونك لازم برشا اعمال في وقت قصير باش الناس معناها تكتشفك فيها في ساعه لكن تو الحمد لله بقدرة ربي نسميه وصلنا لمرحله باهيه 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 برشا اللي هي ولا عندنا جمهور كبير ولات ناس تتبع فينا ولات ناس تستنى في كليباتنا وفي اعمالنا دونك ولات كاليتاتيف الحكايه اكثر من كونتيتاتيف. ديما اصحابي اللي راوهم بوتيتر ناس اللي تبع في الكليبات عندي نفسهم اصحابي اللي صوروا معايا من اول كليب لاخر كليب هذوك هم اصحابي اللي يخدموا معايا جوست شنو النظره الفنيه لطاهر جيزاني فادتني برشا في السابق في المرحله اللي فاتت سورتو في المرحله التاسيسيه لهذا المشروع الفني وتوا باللي 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 تعلمته بويسك ستار هو استاذي وكل بالحاجات اللي تعلمتهم وكل ان شاء الله باش نكملوا القدام بروح شبابيه والواحد اغزر لي الواحد عنده برشا 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 انرجي وبرشا برشا برشا طموح بتاتر طموحه اكبر منه توا لكن مش عيب كي نطمح ومش عيب كي نحب ونوصله وما تسالش ديما نقول هاني حتى للدارات المهرجانات خليه الصغار يخدموا ما تسالش ما فيها بس Que la noto como el color, lo pillan a poco.
الأختيست المرة دي يجي مع الفنانة التونسية الشابة يسرى محنوش، وإن كانت غنيت في عيد المرأة على ركح مهرجان كارتاج في دورته 54. غنيت الفنانة هذه الأغاني الترابية والأغاني الخاصة متاعها، الجمهور استمتع، ويسرى كسبت الرهان من خلال أدائها للأغاني الترابية. خلينا نتفرجوا في الفيتير هذه ثم نوصل. جبت الوالدة باش نفرح بها يسرى محنوش، وإحنا نشجعوا أي حاجة تونسية. تحيا المرأة التونسية، تحيا تونس. إن شاء الله كل عام هي حية بخير، وإن شاء الله نتمنى لها مستقبل خير، وإن شاء الله تونس ديما خير، وإن شاء الله كل عام هي حية بخير. اكتشفناها في The Voice مع رغب مع كعبم وعجبتنا، جينا على جلها متزاير. اليوم جينا نتحفلوا بعيد المرأة في تونس، ما عليه جو تحفون، مي مثلا ثم برشا نساء ما شاء الله، دار لي الليله لي فامي سون فورس. ان شاء الله تكون سهريه مزيانه وتفرح الجمهور الكليكه بحاجات جدد، وخاصه هي متوعده الجمهور انه عيد المرأة باش تجيب فيه برشا مفاجآت جديده. سهرية عالمية نغوة عملت جو سيغ لسان ويعطيها الصحة شن فتنا عملت لنا كل جونا جونا الكنافي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله تبارك الله عملت مش جو نرمال. مش نرمال يسرى محنوش أبدعت على الأخر اليوم سلطنتنا الكل عملنا جو من الكبار للصغار Oh,
شاء الله تبارك الله عليها خمسة وخميس أبدعت أبدعت مصلي على النبي عليها فريمون شعبية شعبية حق نتاعنا نتاعنا شابو ليها عليها يسرى نصلي على النبي عليها حفلة بالحق ممتازة ممتازة على الآخر حسينا إن اليوم بالحق عيدنا في حقه والحمد لله يا رب تعدت حفلة دلولة دلولة يعطيها الصحة يعطيها الصحة بارك الله فيها وتبارك الله عليها تبارك الله عليها تبارك الله عليها عالمية برافو يعطيها يعطيها الصحة عملت جو كبير سهرية ممتعة وإن شاء الله كل عام المرأة التونسية متألقة في جميع الميادين عندنا سهرية ممتازة جدا فنانة متألقة متميزة بأغانيها بحضورها برافو 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 يسرى ونحبوها ديما هكا متألقة وإحنا نوعدوها ديما موجودين وما نفلتوش حفلتها إن شاء الله بالنسبة ليسرى محنوش اليوم هي أحسن سهرية عجبتني في برنامج كارتاج الكل خاصة إنها أمتعتنا صغار وكبار وغنت لنا برشا غنيات متنوعة من الخليجي للتونسي للزيارة لبرشا حاجات نشكرها برشا برشا ونشكر نحن الجمهور اللي شجعناها باش عملت هذا الكل يسرى ولعت المسرح مش نورمال تصفيقة برشا على يسرى وتزغريت أبرب
يوم الثقافة بلوس المرة ذي يجي من المهرجان الوطني للمرقوم اللي كان غطاه زميلنا لطفي حديد. خلينا نتفرجوا على العمل هذي، قدموا عمل المرقوم بطريقتهم هما، عبروا زادة في المهرجان الوطني هذي على لباسنا التقليدي، على الصناعات التقليدية متاعنا. كان حفل مميز برشا، خلينا نتابعوا وناخذوا أكثر تفاصيل ثم الوصل. تحت شعار الصلاة والتجديد انطلقت فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني للمرقوم بوذرف. العرض الافتتاحي للمهرجان تضمن تقديم عمل ملحمي تناول صناعة المرقوم بين الماضي والحاضر والمستقبل، عمل عكس اعتزاز أهالي وذرف بصناعة المرقوم التي يأمل الجميع في المحافظة عليها. الجمهور الذي واكب هذه الملحمة لم يخفي إعجابه بهذا العمل الثقافي الذي تضمن لوحات جميلة قدمت المرقوم في أبهى حلة. المهرجان الوطني للمرقوم بوذرف، وكما أراد منظموه، سلط الضوء على الخصوصية الثقافية لهذه المدينة مرقوم وذرف. الدورة إن شاء الله تكون معناها تمزج بين الأصالة والتجديد، وإن شاء الله تكون دورة ممتازة وغاية للغاية، وكذلك ستشاهدون فيها كل رموز والصناعات التقليدية بوذرف، والمرقوم إن شاء الله بتشوفوه في أبهى حلة. اليوم عندنا ملحمة. عندنا ملحمة من إنتاج جمعية مهرجان المرقوم، نص الأخ مختار شتاوي وعبير زايد مع الأخت سميرة عبير زايد بالاشتراك مع المصيف والجولان. ملحمة باش نشوفوا فيها تاريخ البلاد، كيفاش بدت المرقوم وكيفاش معناها تطور وكيفاش تترك المرقوم وكيفاش يدعو لتو باش يرجع للبريقة. يا وذرف وذرف المرقوم المشهور، يا حسرة يا زمان، وذرف بتاريخها العريض وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد. تذرف في بعد العطش شروين وردسة يا ابو صحاك صارت تذرف، عليها تسمت هالمدينة وذرف. يمشي والله حال، يا والله حال، كيماك لباس يا خيتي، هيا نوذي نوذي، كانك عجرة دفعت بليه. أنا حبيت نعمل ذاكرة للوراء، المرقوم متاع وذرف كيفاش كان معناتها يربي في أجيال، وكيفاش معناتها كانوا المرقوم هذايا يعني خرج رجال وكانت تسترزق من الناس معناتها، وكان يحيي في يعني حياة اقتصادية كبيرة ياسر في وذرف. ثم هذا في الماضي، في الحاضر كيفاش أن المرقوم هذايا بدأ يندثر شوية بشوية معناتها، وبدت الشباب توكي خاصة المتخرج بدأ معناتها أنت قاعد عندها شهادة للطفلة ولكن ما تحبش تخدم المرقوم، احنا مع الشهادة ومع القراية. باش نحتفلوا به المرقوم، خاطر المرقوم أصيل مدينة وذرف، ها ومرقومنا شايح في كل البلاد، مصلي على النبي كيما حكيت لك تو، حتى المحلة ما عادش هو كيما قبل هكا فيها كل رايج كيما قبل، أما الحمد لله حتى الزوالي يلقى كيفاش يعيش. عجبتني اللبسة التقليدية نتاع بلادنا والشعر على بلادنا وكل شيء عجبني فيه المهرجان نتاعنا. نجحوا في تبليغ الرسالة، يلزم نحافظوا على المرقوم. يلزمنا نحافظوا على التراث نتاعنا، أكيد يلزمنا لبستنا وعاداتنا وتقاليدنا وكل شيء يلزمنا نحافظوا عليه. إن شاء الله كل عام نقولوا حيين بخير وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وعجبتني اللبسة التقليدية كما قالت لك، ويلزمنا نحافظوا على تراثنا ويلزمنا نحافظوا على الأكلة الشعبية وكل ما هو تراث بوذرف، باش معناها نقولوا ما تندثرش صناعتنا هذه وما تفاش. We'll be right back.
اكيد انكم تعودتوا بفقره اخبار النجوم، وين نكونوا حضرنا لكم برشا اخبار وبرشا زيدة تفاصيل انتم تحبوا تسمعوها على نجومكم. دونك المره هذه باش ناخذوا فكره على اغنيه نصيب زيتون الجديده اللي عملها سيغتو بعد التغنيه اللي هي اللي عملوا في تونس. زيدة باش نشوفوا شنو مشكله فيلم الديزل اللي منذ الاعلان عنه الفيلم هذا في الكواليس نتاعو عرفنا برشا مشاكل عليه. المره هذه السبكي هبط لفيش، دونك خلينا نتابعوا اخبار النجوم في الفقره هذه ثم نوصل. بدي يا تشتاق لي وتخاف علي، بدي يا نام وتحلم بعيني، بدي يا بعد جولة صيفية مهمة في عدة مسارح في الوطن العربي من بينها تونس ودبي ودمشق وآخرها كانت أعياد بيروت، اختار نصيب زيتون إن يصدر سينجل بعنوان بدي إياها يوم 10 أوت 2018 من كلمات يحيى صالح، ألحان أحمد بركات، أعداد موسيقى جاك حديد. توصل حتى اليوم إلى نسب مشاهدة محترمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقدر بمليون مشاهدة. تمشي بدمي قطعة مني بدي يا وقت همي تبقى أمي، قلبي تخبى فيها يركن تلاقيها يلاقيها، تاخد روحي تاوي جروحي جوا طلوعي. بسم الله توكلنا على الله، ثقة في الله. نجاح مزعج أول يوم في تصوير فيلم الديزل. هبط المنتج أحمد السبكي البوستير لفيلم الديزل للفنان محمد رمضان والنجمة ياسمين صبري تمهيدا لعرضه ضمن موسم أفلام عيد الإضحى المقبل. ظهر في البوستير بطل العمل محمد رمضان وياسمين صبري بعكس المنتظر، حيث توقع البعض أنه محمد رمضان باش ينفرد في البوستير الأول. على أن تنضم ياسمين للبوستير جميعي، وأكدت الشركة المنشأة أنه من المقرر أن تطرح بقية بوسترات نجوم خلال الأيام القليلة القادمة. المهرجانات مازالوا فاتحين ابوابهم قدام الجمهور التونسي، دونك نجموا نفيدوكم في فقره رانديفو اللي تحضرها زميلتنا رجاء بن زيد. الخميس 16 اوت 2018 يكون جمهور مهرجان الحمامات الدولي على موعد مع عرض موسيقي راقص حي على الحياه لنوال اسكندراني. في مهرجان سليانا الدولي نلقاو عرض الفنانه السوريه لينا شماميان في اطار الدوره 43 للمهرجان. مهرجان تبرق الدولي نلقاو سهرة الفنانة أمينة فاخت في إطار الدورة 56 للمهرجان. مهرجان قصور الصيف سلقطة يكون الموعد مع سهرة الفنانة منيرة حمدي. في موعد آخر نلقاو سهرة اختتام مهرجان جربة أوليس الدولي بسهرة الفنانة يسرى محنوش. مهرجان مكتريس الدولي في دورته 48 يقدم عرض بعنوان تونس الحالمة. في إطار الدورة 57 لمهرجان العنب بيوغرومبيليا نلقاو عرض فنان الراب مستر سينا. المهرجان الصيفي بمجرين يكون الموعد مع عرض صوفي لفرقة بن محمود في إطار الدورة 31 للمهرجان. الجمعة 17 أوت 2018 يكون الموعد مع اختتام الدورة 54 لمهرجان قرطاج الدولي بعرض 24 عطر لمحمد علي كمون بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان بنزرت الدولي نلقاو سهرة اختتام الدورة 36 للمهرجان مع الفنان صابر الرباغي. في موعد آخر نلقاو عرض الزيارة لسامي اللجمي في إطار الدورة 31 لمهرجان نابل الدولي. مهرجان سليانا الدولي نلقاو عرض مغاربي يجمع الثلاثي عماد عزيز، عبدو درياسة ونادية خالص. نمشيو المهرجان سوسة الدولي وين يكون الموعد مع عرض مسرحية ماهوش موجود لكريم الغربي. مهرجان المنستير الدولي نلقاو عرض برزخ لسفيان صفطة في إطار الدورة 47 للمهرجان. مهرجان العنب بجرومبيليا نلقاو عرض مسرحية المخفوقة بنت بوها لمنال عبد القوي.
مهرجان مكتريس الدولي نلقاو عرض مسرحية ملا عيلة في إطار الدورة 48 للمهرجان. وفي الأيام الثقافية بيرادس نلقاو عرض للأطفال وألعاب سحرية مع الفنان رفيق الزيتوني. السبت 18 أوت 2018 يكون جمهور الحمامات الدولي على موعد مع عرض موسيقي لغالية بن علي بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. في إطار الدورة 43 لمهرجان بلاريجيا الدولي يكون الموعد مع سهرة الاختتام بعرض فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الرحمن العيدي. مهرجان الجم لموسيقى العالم في دورته الثالثة يقدم سهرة الفنانة أمينة فاخر. في موعد آخر نلقاه عرض فرقة أجراس لعادل بوعليك في إطار الدورة 43 لمهرجان سليانة الدولي. مهرجان سلقت قصور السيف نلقاو سهرة اختتام الدورة 38 للمهرجان مع الفنانة درة الفورتي. نمشيو المهرجان تبرقة الدولي وين نلقاو عرض الجناوة في إطار الدورة 56 للمهرجان. في موعد آخر نلقاو سهرة اختتام الدورة 47 لمهرجان المنستير الدولي بعرض فونوغراف لجمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير. في إطار الأيام الثقافية بيرادس نلقاو سهرة الفنانة صوفيا صادق بمسرح الهواء الطلق ببير الطراز بيرادس. مهرجان بوغرنين الدولي نلقاو عرض سهرة الاختتام مع الفنان صابر الرباعي. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحوصلة اللي عملناها اليوم من خلال الثقافة بلوس. كنا استمتعنا بصوت يسرى محنوز، زادة كنا استمتعنا بصوت الفنان الشاب مرتضى الفتيتي، ومشينا زادة للجنوب في جربة مع الشاب خالد، ومشينا مع زميلنا لطفي حداد في مهرجان الوطني للمرقوم، زادة شفنا أخبار النجوم وغونديفو. في النهاية أنا نورس مقعدي كان باش نقول لكم كنت بحال خير، نتقابل معكم في حلقة جديدة. باي باي.